السلام عليكم اخوان، جيت ندوي لكم على واحد المشكل، هو ديال هاد الادي اس اس اللي كان جاب لي واحد الكليان، والمشكل ديالها كتبقى ترو ديما راه بوحدها ياك. ومهم فلاشيشه ما خليش، ما درت ليها فلاشيشه بشي 4 ديال الفلاشات بملف واحد، 4 ملفات ما كتبقى، كيبقى نفس المشكل. قلت اجي بلا جي، بان لي اصلا لا في الشور راه مبدله، في الشور غير سواقيه. حيت الصمته ديال لافيشور وركبت الباتري بلا ما تركب لافيشور، بلا شكون راكب لافيشور وشعلتها، ويتشعل نورمال عادي، واخا ما بيناش لي انا، ولكن سمعت دارت ديك صافي وبقات شاعله، وطلعت لي في بي سي اديس اس يعني خدمه نورمال. المهم انا نبهتكم من هاد القضيه هادي، منين غدوز هذيك المرحله وصافي، راه هاد المراحل راه غدوزهم بوحدهم، هادو مراحل سويفون سويفون غدوزهم. المهم المشكل ديال الروتي ماراج اللي كتبقى تروتي ماري، يقدر يكون مشكل من لافيشور اللي مبدلاش، يكون مركب افيشور سواقيه.